في العيش. احتفال بهذا الافطار الجماعي في اطار الانشطه التي تنظمها جمعيه امناء الحرف لعماله صغيره التماره. هذه المناسبه هذه اللي كيلتقي فيها جميع الامناء على صعيد العماله. هاد البادره لقينا المساعده مجموعه ديال العناصر منها عماله صغيره التماره من سيد الباشا ديال هرهوره والاخوه الموظفين ديال 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 الحسبه. هاد العمليه هذه ان شاء الله سوف تكرر كل سنه وبطريقه احتفاليه يعني في مستوى اخر ان شاء الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. تنظم جمعيه امناء للحرف لعماله صغيره التماره فطور جماعي للامناء بعماله صغيره التماره. اولا تنشكرهم على هذه المناسبه ديال الجمع ديال الامناء ديال الاقليم في الحسبه باش يتعارفوا وهذا الفطور والتواصل ديال الامناء ديال الاقليم. تقريبا حضور شي 60 امين ديال الاقليم اللي حضرت اليوم لهذا الفطور الجماعي في الحسبه المنظم من طرف جمعيه الامناء للحرف لعماله صغيره التماره. وهذه بادره طيبه. اولا تنشكر الناس ديال الحسبه والناس ديال العماله كلهم تنشكرهم على المبادره اللي داروا مع الامناء وتنشكر رئيس الجمعيه ديال الامناء هو على هذه البادره الطيبه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر جمعيه الامناء لعماله صغيره التماره على هذه البادره اللي قامت بها ديال هذا الفطور الجماعي. ونحن كنقابه ديال الاقليم يعني حضرنا باستدعاء من السيد رئيس الجمعيه وشاركناهم يعني هذا اللقاء يعني اللي كان عباره عن فطور جماعي ديال التواصل ويعني في خدمه صالح العام للمدينه والاقليم جميع.